بيستعملوه اليوم للزرود. هذا عمل ما حدا عمله قبل. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل وفيها. غدا يشيع لبنان شهداءه العسكريين وسط حداد وطني ووداع رسمي تكريمي. قضية العسكريين اليوم صارت كمان أمانة تانية برقبتي. الحريري يؤكد لأهالي العسكريين الشهداء الإصرار على استكمال التحقيقات لمعرفة الحقيقة وكشف الجنات لمحاكمتهم. الأمم المتحدة: قوات الأسد مسؤولة عن مجزرة خان شيخون بغاز السارين. صباح الخير. نبدأ بالوضع الأمني، فقد أفاد شهود عيان بالقرب من الحدود اللبنانية السورية أنهم سمعوا أصوات انفجارات قوية في البقاع فجر اليوم، وأكدوا أن الأصوات كانت قوية وأعقبها تحليق لطائرات حربية في سماء البقاع. وذكرت معلومات صحفية أن الطيران الإسرائيلي المعادي استهدف شاحنات تابعة لحزب الله أتي من سوريا بين جرود نحل وبريتال. معلومات وردت من الداخل السوري أفادت أن إسرائيل استهدفت مصنع أسلحة كيميائية بالقرب من حما. سياسيا، يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري وعلى جدول أعماله 44 بندا، ومن أبرز البنود تعيين مدير عام للتعاونيات في وزارة الزراعة وإصدار سندات خزينة بالليرة لسداد ديون مستشفى رفيق الحريري، وطلب وزارة الخارجية تحديد صلاحيات البعثات الدبلوماسية في الخارج وفتح تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية، وعرض وزارة الطاقة مستخرجات المخطط التوجيهي لنقل الكهرباء والموافقة على مشروع قانون البرنامج المقترح الذي يمتد حتى العام 2023. تبلغ أمس أهالي العسكريين الشهداء بشكل رسمي نتائج فحوصات الدي إن إيه من قائد الجيش العماد جوزيف عون، وانتقلوا بعدها إلى السراي الكبير حيث أكد أمامهم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إصرار الدولة على القيام بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجنات الذين قتلوا العسكريين المخطوفين. تقرير ربيع شنطف. بعد أيام من الانتظار صدر رسميا كلام الطب كي يتأكد جميع اللبنانيين بأن عسكريهم المخطوفين لدى داعش ارتقوا شهداء، وأن الجثامين الموجودة في المستشفى العسكري تعود إليهم، وهو ما أعلنه لوفد من الأهالي قائد الجيش العماد جوزيف عون. الأهالي قصدوا السراي الحكومي للقاء رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي أكد إصرار الدولة على القيام بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجنات الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة والنكراء بكل المقاييس وإحالتهم على القضاء لينالوا عقابهم. وقال: نحن نشعر بمعاناتكم ومدى الظلم اللاحق بكم، كلنا تأثرنا بجريمة الخطف وبذلنا كل ما بوسعنا لتحرير العسكريين المخطوفين، وقد نجحنا في تحرير من كان منهم لدى النصرة، ولكن لم يكن باستطاعتنا تحرير المختطفين لدى تنظيم داعش الإرهابي الذي ارتكب هذه الجريمة والذي هو عدو لبنان ودخل إليه لإشعال الفتنة بين اللبنانيين وإحداث التفرقة بينهم. أضاف الرئيس الحريري: نحن حريصون على أن تعرفوا الحقيقة حول كل ما حصل، وهذا من حقكم، وهنالك تحقيق قضائي قد بدأ وسيستكمل بكشف الحقيقة وملاحقة الجنات والمتورطين ومحاكمتهم، وسوف يدفعون ثمن ارتكاباتهم. وبعد اللقاء تحدث حسين يوسف باسم الأهالي قائلا: إننا من هذا المنبر نعلن أننا لن نسمح لأحد أن يلعب بقضيتنا أكثر مما تم اللعب بها، وما يعزينا أن أبناءنا رفعوا رؤوسنا وتحملوا كل المآسي واختاروا الموت بكراماتهم وشرفهم وفي ملابسهم العسكرية. دولة الرئيس مجروح مثلنا، صار له 12 سنة عم يطالب بحق قضية بيو، وقضية العسكريين اليوم صارت كمان أمانة تانية برقبته. نحن بنعرف هذا الحمل كبير عليه وراح يحمله، ووعد بأنه راح يحمله، وراح نتابع هذا الموضوع نحن وياه لآخر لحظة. أبدا ما راح نقبل هذا الشهيد إلا ما يتكرم بقتل من قتله. قدرنا نطلع
الحقيقة الموجودة بقلب كل إنسان لبناني، على قد ما تفاعلوا وتعاطفوا ولفوا حوالين الجيش بمعركته الأخيرة. نحن بنعتز وبنفتخر بشهدائنا اللي شرفونا ورفعوا راسنا وطلعوا أولادنا مثل ما ربيناهم بكرامتهم بشرفهم بضميرهم بشرف البدلة اللي لبسوها. بيقف الكلام قدام 10 جسامين بدهم يتكرموا نهار الجمعة الساعة 9 بوزارة الدفاع، وبيقف الكلام قدام هودي الشباب اللي عندهم أطفال إن شاء الله بإذن الله رح يكونوا بنفس أخلاقهم. وردا على سؤال عن الصفقة التي أجراها حزب الله مع داعش قال يوسف: هذا شيء مؤلم وموجع في ظروف معينة يمكن نحن منعرفها، في إلنا عتب كبير على الحزب نحن، وعتبنا مثل ما قلت قبل شوي عن اللواء كمان بنفس الحاجة بهنا عتب على الحزب، لأنه كان بيسوى هذا الموضوع يتعاطوا معه للمجرم كمجرم. كنت بتمنى ابني يضل مصيره مجهول 100 سنة وما ينجاب بالطريقة هاي. بدوره التقى وزير الدفاع يعقوب الصراف وفدا من الأهالي مشددا على متابعة قضيتهم حتى النهاية وإبعادها عن التسييس. وداع لبنان لشهدائه العسكريين سيكون بحفل تكريمي في باحة وزارة الدفاع الوطنية يوم غد الجمعة الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يوم حداد وطني. 3 سنوات انتظر أهالي العسكريين أبنائهم هنا، خيمة اتسعت لكل اللبنانيين الذين تعاطفوا مع عسكريهم، ومن هنا سيعبر العسكريون يوم الجمعة المقبل شهداء ملفوفين بعلم الوطن الذين استشهدوا دفاعا عنه بوجه الإرهابيين. هو يوم حزن وحداد في لبنان الذي أصدر رئيس حكومته سعد الحريري مذكرة إدارية قدت بإعلان الحداد الوطني يوم الجمعة الواقع في 8 أيلول على أرواح شهداء الجيش الأبرار. وفي المذكرة يعلن الحداد الوطني على أرواح شهداء الجيش الأبرار الذين سقطوا في معركة الكرامة فجر الجرود، وكذلك على أرواح العسكريين الشهداء الذين استشهدوا في وقت سابق وأعلن رسميا عن استشهادهم، وعليه تقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. تنكس الأعلام على جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وعلى جميع السفارات اللبنانية في الخارج. تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الوقائع الأليمة. يقف اللبنانيون لمدة 5 دقائق عند الساعة 10 صباحا حيثما وجدوا تعبيرا لبنانيا وطنيا شاملا ودعما لجيشنا الباسل في معاركه الوطنية ضد الإرهاب والإرهابيين وتضامنا مع إيلات الشهداء والجرحى. وفي يوم الحداد يودع لبنان أبطاله في حفل تكريمي للعسكريين الشهداء، والذي سيقام برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون وبحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية إلى جانب عائلات الشهداء وشخصيات رسمية وروحية واجتماعية، وذلك عند 10 صباحا في باحة وزارة الدفاع الوطني. ومتابعة لقضية العسكريين الشهداء، طلب المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر تكليف مخابرات الجيش إجراء التحقيق بشأن إقدام تنظيمات إرهابية على خطف أسر وقتل عناصر من الجيش اللبناني، على أن يشمل التحقيق كل من أقدم وشارك وتدخل وحرض على هذه الأفعال الجرمية. من ناحيته أحال صقر على مديرية المخابرات في الجيش ملف استشهاد العسكريين المخطوفين لإجراء التحقيقات الأولية وضمه إلى ملف القضية الذي فتح في أثناء خطفهم. تجاوبا مع قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بالمشاركة الوطنية بالحداد الوطني والإقفال التام حدادا على استشهاد العسكريين الأبرار في معركة فجر الجرود واستشهاد العسكريين المخطوفين على يد الإرهابيين، دعا وزير التربية والتعليم العالي مروان حميد المؤسسات التربوية والمهنيات ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة كافة إلى الإقفال يوم الجمعة حدادا على الشهداء، وقدم التعازي لأهاليهم. في معرض تعليقه على ما قاله المتحدث باسم الأهالي، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن قرار الإعدام جاء من الرقة بعد سنة من عملية تحرير سجن رومية، وأبدى وزير الداخلية تقديره لوجع أهالي العسكريين مبديا تفهمه لمشاعرهم.
أوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في بيان أنه مع تفهمه لما صدر عن المتحدث باسم أهالي العسكريين الشهداء السيد حسين يوسف من أن توقيت عملية سجن روميا كان قاسيا علينا، فإنه لابد من التوضيح أن ما نسب إلى الوزير قوله عن العسكريين إنهم قتلوهم ونعتبرهم شهداء وسنلصق صورهم على الحيطان حين كانوا مخطوفين لم يرد على لسان الوزير لا كتابة ولا شفهيا ولا هذا أسلوب في الكلام أو الكتابة. أما بالنسبة إلى العملية الأمنية في المبنى ب من سجن رومية، لابد من التذكير بأنها تمت بعد إعلان المجموعة الإرهابية التكفيرية عن إعدام الجندي علي البزال، وكان الوزير المشنوق قد أجل تنفيذ العملية، لكن التطورات الأمنية والمتابعة والرصد من قبل الأجهزة الأمنية أدت إلى اكتشاف اتصالات بين موقوفين في المبنى ب وبين انتحاريين لهم علاقة بتفجيرات متعددة في لبنان من بينها تفجير جبل محسن، فكان الضروري أمنيا والواجب وطنيا تنفيذ العملية وعدم تأخيرها حفاظا على أرواح اللبنانيين وعلى السلم الأهلي. وجدد الوزير المشنوق وقوفه إلى جانب الأهالي مؤكدا أن مشاعره معهم مهما قالوا، خصوصا أنهم ومن خلال لقاءاته المتكررة بهم طوال الفترة الماضية يعرفون مدى حرصه ودقته في التعاطي معهم، لكن لابد من القول أنه لا يشاطرهم الرأي بوجود رابط بين تحرير سجن رومي من احتلال الموقوفين وإدارتهم الإرهاب من المبنى ب وبين قتل العسكريين الشهداء على أيد منظمة تكفيرية إرهابية. وتابع البيان: الجدير ذكره أن التحقيقات الرسمية المبدئية التي رافقت الكشف عن مصير العسكريين أفادت بأن أمير داعش الشرعي ولقبه أبو القيس قتل العسكريين المخطوفين قبل عامين، أي بعد عام من تنفيذ عملية تحرير سجن رومية بعدما جاء خصيصا من الرقة لتنفيذ حكم الإعدام بهم ولمنع التفاوض بشأن مصيرهم، وغادر بعدها إلى الرقة مصطحبا معه قيادات داعش التي شاركت في خطفهم، وتخلص هناك من تلك القيادات حتى لا يبقى أثر ولا قدرة على المتابعة. وختم المشنوق مذكرا أهالي العسكريين بالآية الكريمة التي تقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بدوره قال الرئيس السابق للحكومة تمام سلام عقب عودته إلى بيروت: أبلغ الكلام الصمت، سامح الله من ابتدعوا الافتراءات وروجوها لأغراض سياسية. وأضاف: كل أفكاري تذهب اليوم إلى أهالي شهداء العسكريين الصابرين الذين أنحني أمامهم وأمام ذكرى أبنائهم الأبطال. بعد الفاصل تتابعون. عون يعقد قمة مع رئيس إفريقيا الوسطى وتوافق على وجوب تعزيز العلاقات الثنائية. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون على أن لبنان وأفريقيا الوسطى سيدعمان بعضهما في المحافل الدولية من أجل الدفاع عن قضاياهما وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وخلال استقباله رئيس إفريقيا الوسطى فوستان أرشانج توادرا، نوه عون بالحماية التي تقدمها بنغي للمقيمين اللبنانيين على أراضيها. أبدى رئيس الجمهورية ميشيل عون ثقته بأن اللبنانيين ومصالحهم في إفريقيا الوسطى محميون، مؤكدا على دورهم في نمو هذا البلد وازدهاره. كلام عون جاء خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس إفريقيا الوسطى فوستين توادرا في قصر بعبدة، حيث أمل في أن تتكلل خطط الأخير من أجل وقف الحرب في إفريقيا الوسطى بالنجاح. لبنان يتطلع إلى دعم جمهورية إفريقيا الوسطى لمواقفه وحقوقه والتحديات التي يواجهها والتي يحتاج فيها إلى المساعدة الدولية، وبالأخص في مجال محاربة الإرهاب ومواجهة تداعيات الأزمة السورية والتأثيرات المترتبة على استقبال أعداد هائلة من النازحين السوريين ووضع حد لمعاناتهم من خلال تأمين عودته الآمنة إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى مواجهة الخطر الدائم على الحدود الجنوبية المتمثل بإسرائيل ومطامعها وتهديداتها.
بدوره أشاد الرئيس توادارا بالتجربة اللبنانية الغنية في تخطي مرحلة الحرب الأهلية مع تعميمها نموذجا يحتذى به، مشيدا بتماسك لبنان وصموده في وجه مخاطر العنف والإرهاب حاليا، في حين نوه بدور اللبنانيين المقيمين في بلده والاستثمارات التي يقومون بها هناك. كما حث الرئيسان عون وتوادارا الدبلوماسيين في البلدين على تسريع الخطوات لتوقيع اتفاقات مشتركة من بينها الأمن ومكافحة الإرهاب. وإلى عين التين، حيث نعى رئيس مجلس النواب الانتخابات الفرعية معتبرا أن عدم إجرائها هو تجاوز وانتهاك للقانون، ودعا إلى عقد جلسة تشريعية في 19 و20 من الشهر الحالي. تقرير مها ظاهر. بغض النظر عن قرار المجلس الدستوري حول قانون الضرائب، وبعيدا عن الموازنة التي ستناقش بعد إنجاز تقرير لجنة المال، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية في 19 و20 من الشهر الحالي لدرس وأقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. دعوة الرئيس بري جاءت بعد ترأسه اجتماعا لهيئة مكتب المجلس في عين التينة. أعلن بعده النائب أنطوان زهرة أن الجلسة كانت مقررة الأسبوع المقبل لولا سفر الرئيس سعد الحريري إلى موسكو. في عنا قانون واقتراح قانون واحد للضرائب النفطية للشركات النفطية، ضروري جدا إقراره من أجل مواكبة عملية التقدم بالملف النفطي والتنقيب عن النفط، واقتراح بتعديل بعض الأحوال الشخصية لدى الطائفة الدرزية الكريمة، واللي منهنيهم لأنه خطوات متقدمة جدا بالأحوال الشخصية، ومجموعة اقتراحات معجلة مكررة جزء منها متعلق بسلسلة الرتب والرواتب والاتفاقات التي حصلت على تصحيح بعض الشوائب فيها، تنزيل أي لبس حول موعد الجلسة مش متعلقة بقرار المجلس الدستوري بموضوع الضرائب، متعلقة بتوفر الظروف الملائمة ووجود رئيس الحكومة تتحضر الحكومة هذه الجلسة، ما توفر موعد قبل 19 و20 أيلول 2017. الرئيس بري كان أكد بحسب ما نقل عنه النواب خلال لقاء الأربعاء أن المجلس سيبادر فورا إلى مناقشة الموازنة بعد إنجاز لجنة المال تقريرها، مؤكدا أن لا مشكلة في أي اختلاف لأن الأمر يعود في النهاية إلى الهيئة العامة. بري ترحم على الانتخابات الفرعية معتبرا أن عدم إجرائها هو تجاوز وانتهاك للدستور، وشدد على وجوب تنفيذ القوانين وعدم الإمعان في تجاهل عدد كبير منها، وعلى دور وتعزيز عمل الهيئات الرقابية في مكافحة الفساد والهدر. وفي السراي الكبير، ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء أمس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق قانون الانتخاب بحضور الوزراء المعنيين. البحث تركز خلال الاجتماع على التعديلات التقنية على خطة الانتخاب في حال أقرت، بالإضافة إلى موضوع البطاقة الممغنطة. في سور، وقع إشكال بين عاملين سوريين يعملان في أحد البساتين في منطقة البرغلية، حيث أقدم أحدهما على طعن مواطن 3 طعنات بسكين في بطنه، نقل على أثرها إلى مستشفى جبل عامل حيث يخضع لعملية جراحية، فيما تعمل الأجهزة الأمنية اللبنانية على البحث عن الجاني الذي توارى عن الأنظار. تتابعون بعد هذا الفاصل. دعوات أممية لوقف التطهير العرقي في ميانمار. أعلن البيت الأبيض أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيزور الولايات المتحدة مطلع العام القادم، بعد أن وجه الرئيس الأمريكي دعوة رسمية له. وخلال اتصال هاتفي بينهما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم. أكد العاهل السعودي والرئيس الأمريكي على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها لما فيه خدمة الشعبين في السعودية والولايات المتحدة. اتهم تقرير للأمم المتحدة النظام السوري باستخدام غاز السارين ضد المدنيين في نيسان الماضي في إدلب، فيما أعلنت واشنطن أن قافلة تابعة لتنظيم داعش في الصحراء ما زالت تحت مراقبة قوات التحالف. Thank you.
طائرة حربية تابعة للنظام السوري أسقطت غاز السارين على خان شيخون في نيسان الماضي في إدلب. هذا ما توصل إليه محققو الأمم المتحدة. المحققون وثقوا استخدام الأسلحة الكيميائية 33 مرة منذ بدء الثورة في سوريا، بينها 7 هجمات نفذها النظام في الفترة الممتدة من آذار إلى تموز الماضيين. ميدانيا شن تنظيم داعش هجوما معاكسا على ثغرة تمكنت قوات النظام من فتحها الثلاثاء في محاولة من التنظيم لإعادة فرض الحصار على اللواء 137 في دير الزور والأحياء التي تقع تحت سيطرة كتائب الأسد. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن داعش استهدف مواقع قوات النظام في منطقة الثغرة ومحيط اللواء بسلسلة مفخخات وسط قتال عنيف دار بين الطرفين. كما ذكر المرصد أن قوات النظام والميليشيات التابعة لها وبدعم من الطائرات الروسية تستميت بالدفاع عن الثغرة لمنع عودة الإرهابيين من السيطرة عليها. وفي دير الزور أيضا نفذت قوات التحالف الدولي إنزالا جويا في منطقة كب الملا قرب معبر البوليل. وقالت وسائل إعلام أن عملية الإنزال أدت إلى اعتقال عنصر في تنظيم داعش يعرف بأنه أمير المالية في حقل التيم النفطي ومصادرة ما بحوزته من خزينة مالية عائدة للتنظيم. أما على صعيد القافلة التابعة للتنظيم داعش الإرهابي، فأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن القافلة التي تحاول الوصول إلى أراضي يسيطر عليها التنظيم في سوريا ما زالت تحت مراقبة قوات التحالف الدولي. طلب المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا المعارضة السورية بالتفكير بواقعية وإدراك بأنها لن تربح الحرب، لكنه أكد أيضا أن النظام لا يمكن له أعلان الانتصار في هذه الحرب. وأكد دي ميستورا أن قوات النظام السوري رغم تقدمها عسكريا إلا أنها ما زالت بحاجة إلى حل سلمي دائم. وأعرب دي ميستورا عن أمله بحل غير عسكري لمدينة إدلب، مضيفا أنه يسعى لتجنيبها المصير الذي شهدته حلب مهما كلف الأمر. تتواصل عمليات القتل والتهجير بحق أقلية الروهينجا المسلمة في بورما، وحكومة بنغلاديش ستتقدم باحتجاج رسمي على زرع مينمار ألغاما على حدودها. تتواصل عمليات القتل والتهجير بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار على يد الجماعات البوذية المتطرفة، والتي تسببت وبدعم حكومي مباشر في مقتل المئات وتشريد واعتقال الآلاف. بنغلاديش التي بدأت بإقامة مخيم جديد لاستيعاب الروهينجا أعلنت أن ميانمار تقوم منذ أيام بزرع ألغام أرضية على مسافة قريبة من حدودها لمنع عودة الذين فروا من أعمال العنف إلى منازلهم، مؤكدة أنها علمت بالأمر من خلال أدلة وأفراد مراقبة، وأشارت إلى أنها ستتقدم باحتجاج رسمي على زرع الألغام. زعيمة ميانمار أونغ سان سوكي اتهمت من جهتها الإرهابيين بأنهم وراء جيل جليدي ضخم من التضليل بشأن العنف في ولاية راخين، لكنها التزمت الصمت إزاء فرار نحو 125 ألفا من مسلمي روهينجا عبر الحدود إلى بنغلاديش، وقالت إن الأزمة شوهت بمعلومات خاطئة، وذلك في أول تصريح لها بشأن أعمال العنف والاضطهاد المتصاعد. من جهته رئيس الوزراء الهندي وبعد محادثات أجراها مع سوكي أكد أن الهند تشارك ميانمار القلق بشأن العنف، داعيا جميع الأطراف إلى احترام وحدة ميانمار كدولة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا ميانمار إلى وضع حد للعنف في ولاية راخين. واحتجاجا على ما يتعرض له الروهينجا، تظاهر آلاف الإندونيسيين بالقرب من سفارة ميانمار في جاكرتا وطلبوا بقطع العلاقات بين البلدين. طلب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل لوقف القتل والتهجير وإنصاف المسلمين الروهينجا في ميانمار فورا. وقال في تغريدة له على تويتر إن مأساة الروهينجا المسلمين في ميانمار تستدعي وقفة ضمير من المجتمع الدولي. والآن تذكير بالعناوين. غدا يشيع لبنان شهداءه العسكريين وسط حداد وطني ووداع رسمي تكريمي. قضية العسكريين اليوم صارت كمان أمانة تانية برقب. الحريري يؤكد لأهالي العسكريين الشهداء الإصرار على استكمال التحقيقات لمعرفة الحقيقة وكشف الجنات لمحاكمتهم. الأمم المتحدة قوة الأسد مسؤولة عن مجزرة خان شيخون بغاز السارين. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. تعملوا اليوم بالجرود، هذا عمل ما حدا عمله قبل.